ويل لكل همزة لمزة. سورة الهمزة وتسمى أيضا سورة اللمزة نسبة إلى اللفظين في الآية الأولى، فما الفرق بينهما؟ الهمزة واللمزة لفظان متقاربان في المعنى والوزن والإيقاع. علماء اللغة والتفسير اختلفوا في المعنى، قال بعضهم معناهما واحد، وقيل الهمز واللمز هو الطعن في أعراض الناس وإظهار عيوبهم وتحقير أعمالهم والتلذذ بالحط منهم. الهمز في اللغة هو الكسر، ويقال همز كذا أي كسره، أما الطعن فهو التعييب والشتم والإساءة بالكلام، ويقال لمزه بالرمح أي طعنه. وعند مجاهد الهمز هو الاغتياب ويكون في وجه الرجل، أما اللمز فهو في اغتياب من خلفه، واللمزة الشخص الذي يغتاب. يقول ابن عباس همزت اللمزة أي طعان معياب، وعند ابن كثير الهماز الذي ينتقص الناس ويزدريهم بالأقوال، واللماز الذي يقوم بتلك الأفعال. ورأى الربيع بن أنس أن الهمزة هو الذي يهمز في الوجه، واللمزة هو الذي يلمز من الخلف، بينما اعتبر قتادة أن الهمزة واللمزة باللسان والعين.